Ça me fait grand plaisir de retourner au grand stade de Tanger. اليوم كنت في مواجهة زميلي الآخر سي هشام دميعي اللي كنت مساعد ديالو السنة الماضية ومضينا على موسم رتبة ثالثة. كنظن بأن المواجهة اليوم كانت شوية بالنسبة إلى بوكو دو سونتيمون فريقي السابق ومدرب اللي واجهته كنت مساعد ديالو يعني كانت ظروف خاصة كأطقم ولكن نفس الشيء فكنظن بأن المرتبة اللي كيحتلوها الفريقين شوية صعيبة للفريقين حنا كنا عازمين باش نحققوا ثلاث نقاط عرفنا فريق اتحاد طنجة اليوم ما كانش زافي با لو دروا ليرور كان ضروري خاصو ياخذ ثلاث نقاط كنظن بان سي هشام دميعي خدا الفريق في ظروف صعبه كنظن بان حنا استغلينا عامل جد مهم كنظن بان بور كونستروير باتير ان بون ايكيب ما خصش يكونوا التغييرات بزاف كنظن استغلنا هذا المعطى هذا فريق اتحاد طنجة لا بغى يكون فريق قوي فصعيب على المدرب بهاد التغييرات هادو اللي طرات في الشكل والشكيله باش تلقى فريق بسرعه اللي واجه الكبار ضروري الفريق خاصو بعض الوقت يعني هذا المعطى استغليناه دخلنا المباراه عازمين حنايا كنا اكثر انسجام جرينا مباريات كمجموعه اكثر من اتحاد طنجه عرفنا المباراه اليوم غتكون العامل النفسي جد مهم تكلمنا من اللاعبين باش يكونوا ذكيين باش يحاولوا يمتصوا الحماس ديال لاعبي اتحاد طنجه بلا بوسيسيون دو بال كنظن اللاعبين كانوا مركزين سجلنا هدفين في الشوط الاول مع زادنا ثقه وعرفنا الشوط الثاني بان الفريق اتحاد طنجه قام بمجموعه ديال التغييرات اللي كانت هجوميه غيندافع بشكل كلي حاولنا ما نجازفوش كثير تقريبا ثالث مباراه في اسبوع يعني مباراه مع في اتحاد جده والسفر مباراه مع فريق الوداد البيضاوي اللي شفتوا كثير شفتوا كاملين الظلم التحكيمي اللي حرمنا من نقاط كنظن اليوم كان ثالث مقابل الاسبوع كنا عارفين بان العامل البدني غادي يكون جد مؤثر بالنسبه لنا حاولنا الشوط الثاني ما طلبناش من اللاعبين مجازفه اكثر المهم عندنا هو نحقق ثلاث نقاط وكنتمنى من قلبي الفريق اتحاد طنجه باش يرمم الصفو ديالو فريق اللي كنظن بالامكانيات اللي عنده يكون في مراتب احسن وحنا ثلاث نقاط غتعطينا واحد نفس جديد نتسلقوا مراتب السبوره عندنا مباراه كنظن بان البرمجه شويه كانت قاسيه علينا كتجري ثلاث مباريات في اسبوع وبعد ذلك كتجري مباراه يوم الاثنين مع فريق وجده والغريب في الامر المباراه تجرى مع الخامسه زوالا بدل نكون السابعه يوم الاثنين مع الخامسه يعني كاين شي برمجه اللي شويه كتكون شويه في غير المحل ديال هاد الناس دول اللي كيديروا البرمجه كنظن بان يكونوا شويه يردوا البال مجموعه ديال الاعتبارات في الميدان ديالنا يوم الاثنين مع الخامسه يعني تكون وكنظن بان لا حنا لا فريق مولوديه وجده الاسبوع من بعد المباراه عندنا راحه كاين فريقين غادي نواجههم كيشاركوا في البطوله الافريقيه فكنظن بان البرمجه لازم تكون شويه رحيمه بينا دونك كنظن حد موفق لاتحاد طنجه انتصار مهم جدا بالنسبه لنا غادي نحاولوا نستثمروه في ما تبقى من الموسم ان شاء الله.